بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هنكمل إن شاء الله مع بعض منهج الرياضيات المراجعة النهائية لمادة الجبر والفراغية للصف الثالث الثانوي المنهج المصري قسم الرياضيات العام الدراسي 2017-2018. معاكم ناصر سالم، شغالين في مراجعة بوكليت الجبر والفراغية، وده هيبقى البوكليت الثاني عشر. عايز اقول بس شوية ملاحظات مهمة جدا جدا. الملاحظة الاولى ان انت تسمع الحلول او تسمع الفيديو على قد ما تقدر لحد ما تفهمه. وانت بتسمع ما تبقاش سميع، يبقى معاك ورقة وقلم وتكتب كل قانون او كل طريقة، حتى اكتبها الاستاذ استخدم طريقة كذا 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 في المسألة دي، الاستاذ استخدم طريقة القانون اللي انا كتبته اكتبه، لان انا وانا بشرح انا براجع برضو، انا بشرح لا، فانت اكتب كل هفوة معايا، كل صغيرة وكبيرة اكتبها معايا، وسمي الورقتين اللي انت هتكتبهم دول او الثلاث ورقات دول باسم البوكليت، البوكليت الـ 12. يبقى البوكليت الـ 12 جمعت قوانينه بالكامل. بعد ما سمعت وبعد ما خلاص الدنيا تبدأ البوكليت عندك مطبوع لو انت هتطبعه، او لو مش مطبوع او عندك نزل مثلا الكتاب نزل واشتريته ايا كان، تفتحه حتى على الكمبيوتر، انا منزله عندك عندي في الجروب، منزلينه في الجروب، تفتح البوكليت وتبدأ تحل، وتحل البوكليت مرة واحدة، يعني مش مرة واحدة ان انت تحله مرة واحدة، انت ممكن تحله اكتر من مرة براحتك، ولكن مرة واحدة نقصد لي وقت واحد، مرة واحدة يعني تقعد ساعتين تحل فيهم البوكليت وتخلصه وما تزهقش، الله يكرمك. يعني برضو ناس بيسألوني هل اذاكر الدروس؟ ما فيش حاجة اسمه مذاكر الدروس، خلاص انتهى. اللي ذاكر ذاكر، اللي ذاكر ذاكر وانتهى خلاص، لان انا هقعد اراجع الدروس مرة تانية هصل لنفس النقطة اللي انا بقف فيها كل مرة وما بكملش. فهو من الان وحتى دخولك الامتحان حل فقط، انك تحل اسئلة فقط، وياريت اسئلة مجمعة. يعني ايه اسئلة مجمعة؟ يعني اسئلة على المنهج كله، امتحانات بقى، امتحانات السنة اللي فات، السنوات اللي فاتت، امتحانات بوكليت زي اللي احنا بننزلها دي، الامتحانات اللي ورا الكتاب المدرسي، الامتحانات اللي موجودة، الاسئلة اللي موجودة في دليل التقوى، اي اسئلة تقابلك تكون مجمعة، مش على درس معين. خلاص انسى كلمة ان انا ذاكر درس درس ديت، خلاص اللي ذاكر ذاكر وانتهى الموضوع. ان احنا دلوقتي يعني بنحاول نلحق، فاللي مش فاهم الدروس الحلول بتاعته يرجع للدرس بسرعة، يرجع لقوانين الدرس بسرعة، مش يذاكر الدرس ويقعد يحل عليه بقى، خلاص انتهى الحل حلال والدنيا خلصت. ماشي، اسأل الله عز وجل لكم التوفيق وربنا ييسر لكم الامر، ونبدأ كده على بركة الله. السؤال الاول بيقول لي اثبت ان نون قاف ر زائد 2 نون قاف ر زائد 1 زائد نون قاف ر زائد 1 يساوي نون زائد 2 قاف ر زائد 2. ديت على قاعدة مهمة جدا انا كتبتها لك قبل كده، اللي هي ايه؟ النون قاف ر زائد نون قاف ر ناقص 1 يساوي نون زائد 1 قاف ر زائد الايه؟ ر الكبيرة اللي هي ر نون زائد الواحد قفر. ده القانون اللي احنا هنطبقه. طيب انا ما عنديش هنا اتنين، فالاتنين ديت انا ممكن اجزأ ديت الى حتتين، نون قفر زائد الواحد زائد نون قفر زائد الواحد. يبقى القاعدة هتبقى الايمن هيت يساوي، يبقى نون قفر زائد نون قفر زائد الواحد زائد نون قفر زائد الواحد زائد نون قفر زائد الاتنين. ديت هل حققت القانون؟ ايوه، ر ودي ر كبيره ونون ونون، يبقى هيدينا ايه؟ النون زائد الواحد قاف الكبيره اللي هي ر زائد الواحد، ودول مع بعض نون ونون، ودي ر كبيره وره صغيره، يبقى هيدينا نون زائد الواحد قاف الكبيره اللي هي ر زائد الاتنين. طيب دول نفسهم حققوا القاعده نفسها؟ ايوه حققوا القاعده، دي نون ونون ودي ر وره الكبيره، يبقى هيدينا نون ازيد عليها واحد، هي نون زائد الواحد ازيد عليها واحد، يبقى نون زائد الاتنين قاف الكبيرة اللي هي ر زائد الاتنين يساوي الايه؟ يساوي الايسر.
تمام. بيقول لي ومن ذلك اوجد قيمة سين. خلاص، هل الطرف ده طالما بيقول لي اوجد قيمة سين يبقى انا بطبق دياد على القاعدة اللي فوق اللي انا اثبتها، يبقى دي 10 ودي 10 ودي 10، هنا سين وسين زائد الواحد وسين زائد اتنين، ر ور زائد الواحد ور زائد الاتنين، حققت الطرف الايمن. ايوه، يبقى هيدينا الطرف الايسر نون زائد الاتنين يعني كام؟ يعني 12 قاف الكبيرة اللي هي سين، سين زائد الاتنين يساوي 12 قاف 7. لما قاف تساوي قاف ونون يساوي نون فيها، يبقى الر يا اما يساوي الر، يبقى تقولوا اما الر زائد الاتنين يساوي 7 او مجموع الرهات يساوي النون. يعني ايه الرهات؟ يعني ايه ره؟ سين طبعا، سين معلش، يبقى دي سين، يبقى سين زائد الاتنين زائد 7 يساوي كام؟ يساوي 12. من هنا ديت سين هتساوي كام؟ 5. او السين هتساوي كام؟ او السين هتساوي 3، وهو المطلوب. تمام. مثال التمرين رقم 2 بيقول لي اثبت ان مساحة متوازي الأضلاع الذي قطراه. طالما عطاء متوازي أضلاع وقطران، وقطران معايا، يبقى أنا ضرب اتجاهي على طول، ضرب اتجاهي على طول. أنا عندي القاعدة بتقول إيه؟ القاعدة بتقول لي أن حاصل الضرب اتجاهي لمتجهين أ ب ده بيساوي 2 في مساحة المثلث الذي فيه ألف و ب ضلعين، ضعف مساحة المثلث، وده بيساوي أيضا مساحة متوازي الأضلاع الذي فيه ألف و ب ضلعين من أضلاعه. يبقى إما ضعف متوازي، ضعف مساحة المثلث، أو ضعف، أو يساوي متوازي مساحة متوازي الأضلاع. فانا عندي متوازي اضلاع اهوت زي الفل اهوت، وادي القطرين عبارة عن المتجهين، يعني هنعتبر ده الف وده ب، مش شرط الاتجاه، ما بنبحثش عن الاتجاه. فانا عايز مساحة مش لما احب اجيب مساحة متوازي الاضلاع لازم الضلعين دول اللي هم ضلعين من اضلاعه. طب هو عاطيني القطرين، يبقى مفيش حل ان انا اجيب مساحة المثلث اللي هو ده. طيب مساحة المثلث هل انا اعرف ضلعين؟ ايوه. طب ما الضلع ده هو نص باء، والضلع ده هو نص الف. خلاص كده، نص باء ونص ألف هي هي زي ألف وباء، متجهين، ما متجهين برضو بنفس الإيه، بنفس الكيفية. يبقى أنا أجيب مساحة المثلث هنسميه مثلا ميم ه واو، يبقى مساحة مثلث ميم ه واو يساوي إيه بقى؟ يساوي نص في ألف وباء. طب ما ألف وباء بتوعي اللي هم نص في ألف ونص باء، يبقى نص في نص ألف ضرب اتجاه نص باء. ممتاز جدا جدا جدا. يبقى النص ديت بتاع الاتنين، أنا بجيب مساحة المثلث يعني هتساوي الضرب الاتجاه على الاتنين، يعني نص الضرب الاتجاه، يبقى يساوي آخد نص من هنا، يبقى دي ربع أطلعها بره، يعني هيبقى تمن، تمن في ألف ضرب اتجاه ب. بالمناسبة المعيار، معلش أنا نسيت أقول المعيار، معيار الضرب الاتجاهي، معيار الضرب الاتجاهي، انا كده كنت اقصد المعيار على طول. طيب خلاص كده، يبقى انا اجيب المعيار بقى، يبقى نجيب معيار، نجيب الضرب الاتجاهي الاول، الف ضرب اتجاهي ب هيساوي ادي السين وادي الصاد وادي العين. السين بكام؟ الالف بكام؟ 3 و1، 3 و1 وسالب 2، وسالب 2. الب 1 وسالب 3 و4، يبقى الألف ضرب اتجاهي ب هنشوف يساوي كام. هيبقى السين في كاسين في أدي 4 وناقص 6، يعني سالب 2 في اتجاه السين. هنا الصادات بالسالب نفسها، يعني هنا دي إشارتها سالب، ما تنساش إشارات المحددات. يبقى الصف مع العمود يعني 12 زائد 2 يعني 14، هي بالسالب يبقى سالب 14 في اتجاه الصاد. هنا نشوفها سالب ولا موجب، أدي العين، ادي سالب 9 وسالب 1، يبقى سالب 10 هي إيه؟ وهي موجب، يبقى سالب 10 في اتجاه العين. خلاص، يبقى معيار بقى الالف في الب هيساوي، نشوفها بالآلة الحاسبة،
خلاص هيبقى الجذر التربيعي لأربعة في زائد، طبعا معلش، أربعة زائد 14 في 14 زائد 100 هيدينا كام؟ 10 جذر 3، يبقى هيدينا ايه؟ 10 جذر 3 اللي هو معيار الألف في الباء، اللي هو مساحة المثلث، مساحة اللي هو حصل الضرب الايه الاتجاهي، معيار حصل الضرب الاتجاهي، يبقى مساحة المثلث هتساوي، هي تمن، هيبقى تمن في 10 جذر 3، تمن في 10 جذر 3، مظبوط معايا كده؟ تمام. دي مساحة المثلث الواحد. طيب مساحة متوازي الأضلاع، يبقى مساحة، نكتبها هنا بقى، مساحة متوازي الأضلاع هيساوي 4 في مساحة المثلث، يبقى 4 في تمن في 10 جذر 3، الأربعة ديت مع فعل الاتنين، والاتنين دي مع فعل خمسة، يبقى يساوي 5 جذر 3، وحدة ايه؟ وحدة مربعة، وهو المطلوب. واضحة كده الفكرة ديت؟ تخلي بالك من الانصاص ديت، نص هنا نص ألف في نص ب، يبقى ديت ربع هيتضرب في النص الأصلي يبقى توم. ناخد مثال تاني، بيقول لي اوجد قيمة كاف التي تجعل سين، سين هنا قيمة من قيم المحدد، السين دي عامل معناتها ايه؟ لما السين تساوي صفر المحدد نفسه هيساوي صفر، المحدد ده هيساوي الصفر، لما السين يساوي الصفر يبقى المحدد يساوي الصفر. معامل يعني، اما اقول لك 2 سين، السين المعامل من المعاملات ديت، فلما السين تساوي صفر القيمة دي كلها تساوي الصفر، نفس الفكرة هنا، السين لما تساوي صفر يبقى المحدد كله هيساوي الصفر طالما معامل من المعاملات، يبقى هتقول عندما السين تساوي الصفر يبقى المحدد هيساوي الصفر. نحط السين بصفر بقى، يبقى هنا ادينا 1 وكاف وسي صفر، 3 و2 و2، 1 و3 و1، معايا؟ خلاص نجيب قيمة المحدد بقى، ده هيساوي الصفر، يبقى بحل عن، يبقى ده موجب سالب موجب، 1 في الصف مع العمود يبقى 2 سالب 6، ناقص 3 في الصف مع العمود يبقى كاف ناقص 0، دي 0، يبقى الصف مع العمود يبقى كاف ناقص 0، خلاص يبقى 3 كاف. هنا هيبقى زائد 1 في الصف مع العمود يبقى 2 كاف ناقص 0، يبقى 2 كاف، ده هيساوي 0. 6 ناقص ال2 يبقى سالب 4، وهنا سالب 3 كاف زائد 2 كاف يبقى هيدينا ايه؟ سالب 1، يعني سالب 4 سالب كاف تساوي 0، يبقى الكاف هتساوي سالب 4، يبقى قيمة الكاف هتساوي سالب 4. ولابحث إمكانية حل نظم المعادلات الآتية، إمكانية معناتها إيه؟ لها حل وحيد أو ليس لها حل، أو لها عدد لا نهائي من الحلول بالنسبة للمعادلات غير المتجانسة. اكتب الكلام ده رجاء، اكتب الكلام ده، غير متجانسة يعني ايه؟ لا تساوي الصفر، هنا السين والصاد والعين لا تساوي الصفر، ليها 3 حالات، يبقى ليها حل وحيد، حل وحيد او عدد غير نهائي من الحلول، او ليس لها حل. امتى يكون لها حل وحيد؟ لو مرتبة الالف اللي هي المصفوفة يساوي مرتبة الالف ستار اللي هي المصفوفة الموسعة يساوي عدد المجاهيل اللي هو نون، عدد المجاهيل، النون ده اللي هو عدد المجاهيل اللي هو السين والصاد والعين، اللي هو السين والصاد والعين. طيب عدد غير نهائي من الحلول اللي احنا خدناها في البوكلت الاولاني، ان الر
مرتبة الألف يساوي مرتبة الألف ستار، يبقى أقل من النون، يعني أقل من عدد المجاهيل، ليس لها حل. يبقى مرتبة الألف لا تساوي مرتبة الألف ستار، يبقى ليس لها حل، ليس لها حل. يبقى المعادلات غير المتجه مهمة جدا 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 جدا، لا يخلو منها امتحان. يبقى امتى اقول المعادلات غير المتجانسة لها حل وحيد؟ يبقى اجيب رتبة الالف، واجيب رتبة الالف ستار لو يساوي عدد المجاهيل، يبقى ديت لها حل وحيد، لها عدد غير نهائي من الحلول. يبقى رتبة الالف يساوي رتبة الالف ستار اقل من النون، اقل من النون، يعني يساوي كاف مثلا، اقل من النون يعني ايه؟ لو 3 مثلا يبقى 2 او 1، ليس لها حل. يبقى رتبة ألف لا يساوي رتبة الألف استر. نحل بقى ديت كده على حسب الوضع هنا. طيب يبقى أنا المعادلة بتاعتي هتبقى إزاي؟ أدي المعادلة بتاعتي، يبقى أنا محتاج ألف بس، يبقى أدي المصفوفة السين بإيه؟ السين بصفر، والصاد بتلاتة، والعين بسالب واحد. هنا السين باتنين، الصاد بواحد، العين بواحد. هنا السين بواحد، الصاد باتنين، العين باتنين. في السين والصاد والعين هيساوي ايه؟ هيساوي الخمسة والتسعة والتلاتة. انا مش محتاج المعادلة، انا محتاج الف بس. يبقى ادي الف، يبقى الف هتساوي صفر وتلاتة وسالب واحد، اتنين وواحد، وواحد واحد، واتنين واتنين. بجيب المرتبة ازاي بقى؟ يعني ركز معايا في طريقة ايه ايجاد ديت. الف، الف دي على النظم كام؟ تلاتة في تلاتة، على النظم تلاتة في تلاتة. عشان اجيب المرتبة بجيب المحدد الكبير، يعني انا او الاحظ حتى المحددات الصغرى، سيبك حتى من المحدد الكبير، يعني حتى المحدد الكبير لو بيساوي صفر مش مشكلة. هنا المحددات الصغرى، المحددات الصغرى ايه؟ ادي خد محدد، والاولاني ده هنا لما اجيب المحدد هيدينا ايه؟ واحد سالب. هنا المحدد الاصغر اللي هو صفر وتلاتة واتنين وواحد، ده بيساوي ايه؟ وصفر ناقص ستة، يعني هيديني سالب ستة، ده لا يساوي صفر. لقيت محدد واحد على الأقل من المحددات الصغرى أو حتى المحدد الكبير لا يساوي صفر، يبقى رتبة الألف وأنت مغمض يساوي تلاتة. ما دي تلاتة في تلاتة. طيب لو تلاتة في اتنين، أنا ببني على العدد الصغير، ماليش دعوة بالعدد الكبير، هنا العددين متساويين فباخد أي عدد معايا. لو تلاتة في اتنين ولقيت محدد لا يساوي الصفر، يبقى رتبة الألف اتنين. لو تلاتة في واحد والمحدد منهم يساوي مثلا يعني يساوي، يبقى واحد، وهكذا. يبقى أنا هنا ببني على التلاتة، لأن أكبر قيمة عندي النون في الميم، باخد الصغير منهم. يبقى تلاتة في تلاتة، يبقى رتبة الألف تساوي إيه؟ تساوي تلاتة. يبقى رتبة الألف تساوي تلاتة. خلاص خلصنا من الألف، نجيب الألف ستار. يبقى الألف ستار، الألف ستار بكتبها إزاي؟ هتبقى صفر تلاتة سالب واحد، واخد الخط المنقط ده، وخمسة. هنا اتنين واحد وواحد وتسعة، هنا واحد واتنين واتنين وتلاتة. ده الألف ستار. الألف ستار كام في كام؟ تلاتة في أربعة. يبقى أنا هبني على الصغير اللي هو تلاتة. ناخد أي محدد من المحدد نفسه ده، يبقى المحدد تقول له المحدد صفر تلاتة اتنين واحد لا يساوي الصفر. طالما لقيت محدد واحد على الأقل لا يساوي الصفر، يبقى رتبة الألف ستار تساوي العدد الأصغر هنا، تساوي كام؟ تساوي تلاتة. يبقى أنا لقيت إن الره ألف تساوي ره ألف ستار تساوي تلاتة. يبقى أي حالة من الحالات؟ أيوة بالظبط كده، يبقى المعادلات لها حل وحيد، المعادلات لها حل وحيد. خلاص ممكن طبعا تحل المعادلات، مش هتاخد منك دقيقة واحدة بالآلة الحاسبة وتطلع لها
حل واحد على طول. بيقول لي قياس الزاوية بين المستقيم، يبقى عاطيني مستقيم هوت والمستوى، وعاطيني المستوى اللي هو ر، هو ه، هو جا جا جا، وتختار ده اختياري. ركز معي ركز معي، يبقى هنا ه واحد بتاع المستوى، ه المستوى اللي هو المتجه الوحدة العمودي على المستقيم قصدي، يبقى هنسميه ه واحد. ه واحد تقول له ايه؟ ده متجه الوحدة العمودي على المستقيم، ده هيساوي اللي هو هيبقى واحد وسالب واحد وواحد. طيب ه اتنين اللي هو متجه الوحدة العمودي على المستوى، ده اللي هو ايه؟ اللي هو اتنين وسالب واحد وواحد. ممتاز جدا جدا جدا، ممتاز جدا جدا. جتا بقى، جتا الزاوية، جتا الزاوية بينتهم اللي هي جتا سيتا، ده بتساوي ايه؟ بتساوي ه واحد ضرب قياسي ه اتنين على الجذر التربيعي ل، او معيار اله واحد، معيار اله واحد في معيار اله اتنين، نخليها معيار اله واحد في معيار اله اتنين. خلينا بقى نحل على طول كده، يبقى جتا سيتا دي هتساوي ه واحد في اتنين، يبقى واحد في اتنين باتنين، هنا زائد واحد، هنا واحد وواحد، يبقى زائد واحد على الجذر التربيعي لواحد زائد واحد، يعني هيدينا جذر كام؟ جذر تلاتة، في الجذر التربيعي هنا أربعة زائد واحد زائد واحد، يعني هيدينا هنا فوق أربعة وهنا تحت هيدينا كام؟ تلاتة، وهنا كام؟ ستة، يعني 18. يعني ايه؟ يعني تسعة في اتنين، يبقى تسعة جذر اتنين، يبقى تسعة جذر اتنين، مظبوط كده؟ طيب ديت مع ديت فيها اتنين جذر اتنين، ايه ده كام؟ أربعة تلاتة، دي التلاتة، معلش تلاتة، تلاتة جذر اتنين، 18، يبقى تسعة تلاتة جذر اتنين، لأن أنا ما شفتش القيم ديت موجودة فاستغربت يعني. يبقى دي جتا سيتا، يبقى جتا سيتا تساوي، ركز معايا في اللي أقوله النقطة الجاية، يبقى هيدينا ايه؟ اتنين على التلاتة جذر اتنين، مظبوط كده؟ المفروض الزاوية هتساوي سيتا تساوي جتا سالب واحد لاتنين على التلاتة جذر تلاتة. لا مش هي دي الزاوية، اللي الزاوية بقى الحقيقية الزاوية الصغرى بين المستقيم والمستوى هي متممة هذه الزاوية، متممة هذه الزاوية. كلمة متممة يعني ايه؟ يعني لو انا جات الزاوية المتممة ليها هتبقى جا الزاوية، تبقى جا الزاوية، يبقى انا عندي المفروض هتبقى ايه؟ الزاوية بتاعتي بقى هتبقى جا سيتا، يبقى سيتا تساوي الجا ناقص واحد في اتنين جذر تلاتة، اتنين جذر تلاتة، اتنين جذر اتنين على التلاتة، يبقى اتنين جذر اتنين على التلاتة اللي هي الاجابة رقم ب. عيد النقطة دي لأن في منتهى الخطورة ومنتهى الأهمية. يبقى أنت كده عرفت قانون إزاي تجيب زاوية بين مستقيم ومستوى، والزاوية الصغرى بالمناسبة، مش الزاوية الكبرى، الزاوية الصغرى اللي هي الزاوية الحادة، الزاوية الحادة وهي هتبقى المتممة ليها، الزاوية هتبقى المتممة ليها. يعني مثلا لو أنا طلعت ديت 30 جتا سيتا، يعني السيتا طلعت ب 30، مش هي الزاوية المطلوبة؟ لا، يبقى الزاوية المطلوبة هتبقى ايه؟ هتبقى المتممة ليها اللي هي 90 ناقص 30، يعني 60. لو انا طلعت دي 60 يبقى الزاوية المتممة ليها اللي هي 90 ناقص 60 هتبقى 30. خلي بالك مهمة قوي النقطة دي، خطيرة جدا جدا، ممكن عايز تطلع الزاوية جتا سيتا ويقول لك السيتا مثلا ب 30، لا خطأ، لأن الزاوية بين المستقيم والمستوى هي المتممة لهذه الزاوية. خمسة بيقول لي إذا كان للمعادلات 3 س ناقص 2 ص زائد العين يساوي صفر وكذا 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 حلول غير الحل الصفري،
يعني عدد لا نهائي من الحلول غير الحل الصفري. ديت يقصد بها عدد لا نهائي من الحلول غير الحل الصفري. معايا؟ فإن كاف، فعايز قيمة كاف. تمام. يبقى أنا عندي دي اسمها معادلات إيه؟ المعادلات المتجانسة. دي بيبقى لها حالتين، حل وحيد أو حل عدد لا نهائي من الحلول غير الحل الصفري، انه المعادلة تطلع بأصفار، المتغيرات تطلع بأصفار. امتى دي وامتى ديت؟ ان لو الره ألف يساوي عدد المجاهيل، لو الره ألف يساوي عدد المجاهيل هيبقى حل وحيد، حل وحيد. معايا؟ لو ره ألف أقل من عدد المجاهيل اللي هي نون يبقى لها عدد لا نهائي من الحلول. خطيرة جدا دي برضو، اكتبها عندك. يبقى المعادلات المتجانسة، المتجانسة يعني ان المتغيرات تساوي صفار في الثلاث معادلات. امتى بقى يكون لها حل لها عدد غير نهائي من الحلول؟ لما الره ألف أقل من النون. طب أنا عندي عدد المجاهيل 3، يعني المصفوفة هتطلع 3 في 3. امتى مرتبة المصفوفة أقل من 3؟ يبقى لازم المحدد بتاعها يساوي 0، المحدد الكبير، وكل المحددات الصغرى تساوي أصفار. ليه؟ لأنها أقل منها. لو بتساوي 3 يبقى إيه؟ يعني بتساوي عدد المجاهيل، يبقى لها حل وحيد، انما هو عايز عدد لا نهائي من الحلول. طيب يبقى نقدر نقول له بقى الكلمتين اللي ايه الفارغين دول، ان عدد لا نهائي من الحلول يعني رتبة الالف اقل من 3. رتبة الالف اقل من 3 يعني محدد الالف ده لازم يساوي 0. نحط محدد الألف بقى، محدد الألف يعني 3 وسالب 2 و1، 6 وسالب 5، مش عارف دي 3 ولا 2، 2 مش مشكلة بقى، 9 وسالب 6 وكاف. هو عايز الكاف ده بيساوي 0. خلاص بقى بفك المحدد وايه وساوي المعادلة اللي هتطلع بالصفر. نكملها مش مشكلة. يبقى 3 سالب 5 كاف زائد 12، هنا هيبقى زائد 2 في الصف مع العمود، هيبقى 6 كاف ناقص 18 زائد 1 في الصف مع العمود، يبقى سالب 36 زائد 45، ده هيساوي 0. شكلنا حليناها قبل كده. يبقى سالب 15 كاف زائد 36 زائد 12 كاف ناقص 36، هنا كام؟ زائد 6 من 15 9 تساوي 0. موجب 36 وسالب 36 راحوا مع بعض، سالب 15، يبقى سالب 3 كاف زائد 9 تساوي 0. يعني الكاف هيساوي كام؟ هيساوي 3. المسألتين اللي ورا بعض دول في منتهى الخطورة، يعني فككوا لك عملية مرتبة المصفوفة ومرتبة المصفوفة الموسعة. في المتجانسة مفيش موسعة خلاص، لأن الموسعة تبقى أصفار هنا. يعني المصفوفة الموسعة لو أنت جبتها أصلا هتبقى بصفر أساسا، فمفيش مصفوفة موسعة. ليه؟ لأنها متجانسة. طيب إذا كان عين يساوي جذر 3 في جا 30 زائد ت جا 30، فإن الساعة الأساسية اللي هي الزاوية. هنا مش على الصورة المثلثية الصحيحة، يعني عدد مش مظبوط هنا. فأنا بعمل إيه؟ طالما مش مظبوط في إيه؟ الإشارة موجودة هي، بس يبقى مش مظبوط في الت. هنا جا وهنا جات، المفروض هنا جات وهنا جا، يبقى أنا بزود 90، يبقى بستخدم الزاوية 90. لو في الإشارة بستخدم الزاوية 180، هنا بستخدم الزاوية 90. طيب ال30 دي أقرب لل90 ولا أقرب لل270؟ يعني أنا ال90 وال270 أقرب لل90. طيب يا زائد ولا ناقص؟ ال30، أيوة 90 ناقص، يبقى أنا هستخدم كده، يبقى عين
هتساوي جذر 2 في، هتبقى على طول بقى يعني ايه، لو انا عملتها كده ج 90 ناقص 30، 90 ناقص زائد ت جتا 90 ناقص 30 كده الايه العدل، العدد اتعدل، هيساوي جذر 2 في الجا 90 ناقص 30 بيدينا جتا، لان في الموجب كل موجب بيبقى هيدينا ايه جتا 60 زائد ت جا 60، يبقى العدد اتعدل هو، يبقى الساعة الأساسية تبقى كام؟ هتبقى 60. واضحة ديت؟ طيب أي مما يأتي يمثل معادلة كرة مركزها على المحور عين؟ شوف أنا عندي شكلين لمعادلة الكرة، الصورة بيسموها إيه؟ الإحداثية والصورة العامة، معايا؟ يعني مثلا زي دي معادلة إيه دي؟ معادلة كرة مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها 25، يبقى نصف قطرها 5، معايا؟ يبقى دي مركزها نقطة الأصل، يعني مش على محور السينات، مش على محور عين، دي مركزها نقطة الأصل. يبقى أي معادلة عطيك فيها، لما يقول لك تمس أي المحاور يعني عن طريق المحاور، يبقى عطيك فيها النق، يبقى دي تلغيها أصلا من دماغك، يبقى دي هنلغيها ودي هنلغيها، معايا؟ يبقى انا باخد اللي فيها اصفار بقى، اللي فيها اصفار ديت اصلا مش صورة معادلة، صورة معادلة اي نعم، س تربيع وسط تربيع وعن تربيع، ولكن ايه، ولكن مركزها يقع على محور السين هنا، يبقى انا عايز بدل السين دي عين، اهي دي، يبقى دي بدل، يبقى ديت الاجابة الصحيحة، يبقى س تربيع زائد س تربيع زائد عين تربيع، طالما بتقع على عين يعني العين لها قيمة والسين والصاد تساوي صفر، يعني معادلة الدايرة س تربيع زائد ص تربيع زائد عين تربيع زائد 2 لام س زائد 2 كاف ص زائد 2 ميم عين تساوي صفر، لما العين هي اللي موجودة فقط، يعني السين والصاد بصفر بأصفار والعين هي اللي لها قيمة، يبقى المعادلة رقم الإجابة رقم د. بيقول لي إذا كان ألف وب وجيم ممثلة في الأضلاع، أدي ألف للمثلث، أدي ألف وب وجيم، ب جيم اللي هي ألف، ب جيم اللي هي ألف، خلينا نعمله كده، وجيم ألف اللي هي باء، جيم ألف اللي هي باء، يبقى ده ألف وآدي باء وده هيبقى جيم. ليه؟ في اتجاه دوري واحد، في اتجاه دوري واحد، مقفولة، مقفولة كده، لما يبقى تلات متجهات في اتجاه دوري واحد، في اتجاه دوري واحد، يبقى حصل ضرب الاتجاهي للضلعين دول يساوي مساحة المثلث، صح كده؟ يعني ألف ضرب اتجاهي ب يساوي مساحة المثلث، نص مساحة المثلث، اتنين مساحة المثلث، اتنين مساحة المثلث اللي هو ألف ب ج، معايا؟ ده مع ده، طيب ده مع ده، يعني ألف في ج هيساوي اتنين مساحة المثلث، طيب ب مع ج هيساوي اتنين مساحة المثلث، صح كده؟ الأيسر هنا يساوي الأيسر، يعني ألف ضرب اتجاه ب يساوي ألف ضرب اتجاه ج يساوي ب ضرب اتجاه ج، أشوف هل الكلام ده موجود ولا مش موجود، يعني الإجابة رقم ب، ألف ضرب اتجاه ب، ب ضرب اتجاه ج، ج ضرب اتجاه ألف، معايا؟ أصبر، مش هتفرق ألف ضرب اتجاه ب إشارة بس، يعني أنت لو عكست إشارات هتلاقي الإشارة السالب طارت في كل الاتجاهات، هي ألف ضرب اتجاه ب بيساوي سالب ب ضرب اتجاه ألف، ودي هتبقى سالب ضرب، وهكذا، مش هتفرق يعني. طيب رقم 9 بيقول لي قوة مقدارها 10 جذر 3 وحدة قوة، أعطيني مقدار القوة، تعمل في اتجاه المتجه س ناقص الصاد ناقص العين لإزاحة جسيم من ألف إلى ب، فإن الشغل المبذول، يبقى أنا عندي إيه؟ الشغل
المبذول يساوي معيار القوة في معيار الإزاحة. معيار القوة في معيار الإزاحة. طب هو عاطيني الإزاحة دي متجه، يبقى لازم أخلي القوة أجيبها كمتجه، يبقى أنا المتجه الإزاحة من ألف لب، يبقى ألف ب يعني يساوي الب ناقص الألف يعني هيساوي ب ناقص الألف 2 ناقص 4 يعني سالب 2، 1 سالب 2 يعني سالب 1، سالب 3 موجب 1 يعني سالب 2. طيب عايز أجيب القوة بقى كمتجه عشان أضربهم قياسي في بعض، يعني ما الشغل المبذول بيساوي متجه القوة ضرب قياسي متجه الإزاحة، ضرب قياسي متجه الإزاحة. عشان أجيب متجه القوة ده بيساوي إيه؟ بيساوي معيار القوة في متجه الوحدة العمودي اللي في اتجاه المتجه اللي عطوني ده، يبقى بيساوي 10 جذر 3 في الياء بيساوي ايه؟ بيساوي المتجه على معياره، يعني هيديني 1 وسالب 1 وسالب 1 على معياره اللي هو جذر 3، جذر مربع الواحد زائد مربع الواحد زائد يدينا جذر 3، جذر 3 مع جذر 3 يعني هيساوي 10 وسالب 10 وسالب 10. يبقى انا عندي القاف، يبقى الشغل هيساوي القاف ضرب قياسي في الالف ب، يعني يساوي سالب 2 وسالب 1 وسالب 2 ضرب قياسي 10 وسالب 10 وسالب 10. شوف هتطلع كام، يعني هيدينا كام، سالب 20، وهنا هيدينا موجب 10، وهنا هيدينا موجب 20، موجب 20 مع سالب 20 يعني هيدينا 10، يبقى الإجابة رقم ب. المسألة الصغيرة دي خلصت لك ازاي تجيب متجه من المعيار معايا، فدي مهمة جدا جدا ان انت تبقى عارفها لانها بتتكرر كتير معانا. خلاص طيب هنكتفي بالتسعة دول كده، نص الامتحان، ونكملهم ان شاء الله المرة الجاية. مش عايز الفيديو يبقى طويل بحيث انه ميبقاش ممل يعني. اشوفكم ان شاء الله، نكمل الاختبار المرة القادمة. اشوفكم ان شاء الله المرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.